السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كنهضر معكم من المطار ان شاء الله، يعني الدويجه كيف ما قلت لكم الديار المغربيه وصلنا على خير. قلت نتشارك معكم. صافي خلصت، يعني ساليت، خلصت باقي كنهضر المغرب المصريه، ساليت المسائل والاجراءات اللي كانت تدار، وانا دابا صافي طالعه نمشي للبلاصه نتسنى الوقت ديال الركوب ديال الطياره. نتمنى تسمعوني لانني كنهضر بشويه الناس على حسب الناس، يعني مباش ندير صداع. وهادشي اللي كاين البنات، دابا المطار طال القاهره، ومن هنايا الوصول، هادو اللي كيوصلوا هنايا لا غير حنا دخلنا من الجهه الاخرى ديال الوصول. دونك حنا غادي ندخلوا دابا، صافي البنات حنا داخلين. غادي ندخلوا ان شاء الله. يلا البنات، المهم ملي ندخلوا البلاصه ديال الامن نعاود تاني نكمل التصوير ان شاء الله. يلا واني رجعت لكم، غادي نمشيو ندخلوا. المهم نوريكم هذا المطار من الداخل، كاي مطار اكيد يعني كيكون فيه المول، يعني كيكون فيه بغيتي تشري شي حاجه ولا هذا. هذا مطار كايرو، هكذا البنات. درت لكم جولة صغيرة لأن مبقاش عندي الوقت، وكان المطار عامر، كنت عوالة باش نجي بكري، فريمون جيت بكري، ماشي ما جيتش بكري، ولكن كان المطار عامر، عرفتوا بأن كاينة الكرة والماتشات داكشي ديال هذا، كان الدنيا عامرة، اللي باغي يرجع اللي باغي يدير، تعطلت في هاد الإجراءات، ولكن الحمد لله كلشي داز على خير الحمد لله. هادشي اللي كاين البنات، درت لكم جولة صغيرة كيف ما قلت لكم. هاد البلايص هادو بغا ياكل، التيران ديال المطار، ساحة المطار هناك. نقرب لكم، أيها المسافرون، 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 أيها المسافرون،
صافي نمشيو حنايا. من هنا من غاد تركب البوابة رقم زيرو ان واحد صفر واحد. وهنايا كاين كيجي لكم هاد البلايص الاخرين البلاصة اللي غادي ندوزو منها بلوتو شي الجهة الاخرى. هنايا هاد البلايص هادي اللي كتشوفو البنات هادي نورمالمون كتلصق في الطيارة كيدوزو المسافرين منها ويدخلو ديريكتومون في وسط الطيارة. هادي بلاصتين هايا كتكون يعني في وسط الدخلة بحالي أنا هنايا في الدخلة ديال المطار وهي كتلصق فيها الطيارة في هاديك اللعيبة هادي و كندخلو كتلقى يعني المسافرين داخل الطيارة ديريكتومون. هاي البنات هاد البلاصه ديال كيكون غادي نورمالمون حنا كنتسناو في هنايا حنا الناس كنتسنا هنايا وندخلو من هذاك الباب ديال هيك وغندوزو من هاد اللعيبه اللي كتبان لكم في الزرق هي اوتوماتيكمون غادي ندخلو فيها ديريكتومون بقينا في وسط الطياره. الطياره اللي غادي نمشيو فيها هي هادي ان شاء الله. صافي هذا الشيء اللي كاين دونك بقات لنا شويه شي تقريبا غير شي ربع ساعه باش ندخلو باش يدخلونا ماشي ربع ساعه اقل مازال ما حلوش باقي الناس شادين النوبه دونك مازال ما حلوش. الطياره هنا كيصايبوا فيها كيديروا فيها الباكاج كيقادوا فيها الباكاج دونك صافي حنا غادي مع عندنا الديبار عندنا الفول مع السبعه قلقتني ان شاء الله باذن الله. هادشي اللي كاين لو صنع على خير ولا لقيت نصوركم وسط الطياره ونصورو سينو تنوصلو المغرب ان شاء الله باذن الله. يلا السلام عليكم. داخلين الوسط عند خلص الطيارة كيكليكو هاد النفق كي كيقول لي غنهضر بالعربية. الطيارة اللي أنا جاية فيها كلها من السنغال معايا أنا ديت من السنغال. هنا داخلين دابا الطيارة وسط الطيارة داخلين وسط الطيارة حنا في وسط الطيارة دابا تخليك Yeah.
قربت. هادي كل هاد البلاصه كانت بقات مشات حتى توصل للبلاصه فين كانت خاصها تدير طلع. دابا حنا طالعين تاخد هاد المسافة كلها باش تجي طلعة ديال الطيارة تجي معاها مزيانة. هاد المسافة دي كاملة كتشدها يعني وحنا طالعين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله احنا الفضل. للاسف ما باينش مزيان دونك بلاتي تبان غير الجنا وحديها والطياره. دونك كون كان النهار غادي يبان لك غتبان السما غتبان السما والناس هنا يعني الناس والارض يعني والارض فوالا. احنا الفوق دابا انتما كيف كيبان
جميع أولياء. المرجو منكم احترام تعليمات السلامة المنيرة. ننصحكم أن تأخذوا الحذر من السقوط المحتمل للأمتع عند فتح المخاطر وأن تتأكدوا لا تنسوا شيئا داخل الدائرة. نأمل أن تكونوا مسؤولين بهذه الرحلة وسنكون سعداء بترحيب بكم مرة أخرى على متن طائرة الخطوط الملكية المغربية. مع السلامة وشكرا. واه ريحة البلاد. صافي حنا وصلنا البنات، دخلنا المطار باش ناخذوا الباجاج ديالنا. احساس واحد اخر ثاني فاش كتلقاي راسك في وسط البلاد ديالك. هنا وقفت هذا الفيديو، هنا وقف. صافي نخليكم هنايا، غادي نمشي ناخذ الباجاج ديالي ونتوكل على الله. دونك نخليكم هنا حتى الفلوق واحد اخر في وسط المغرب. حنا وصلنا الحمد لله بالسلامه كيف شفتوا. يا ربي يكون عجبكم هذا الفيديو، ما يكونش ممل بالنسبه لكم. هو دائما كنقول قبل ما نختم الفيديو ديالي، شكرا لكم بزاف للدعم ديالكم تشجيعاتكم. شكرا لكل مدخل جديد مرحبا به، واللي معايا شكرا لهم. ولا فيديو واحد اخر ان شاء الله. نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا سلامة على الحياة في المغرب، ماشي الحياة في مصر. يلا السلام عليكم.